السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة في الدرس الأخير من مقرر الجيولوجيا 1 للصف الثاني ثانوي مسار كيمو حية. عنوان درسنا اليوم بيكون موارد المياه الجوفية. أهداف الدرس أن نقارن بين أنواع الآبار، أن نصف المشكلات الرئيسية التي تهدد المياه الجوفية، وأن نوضح طرق حماية الموارد المائية. طبعا لما انا اقول مورد المياه الجوفيه، اهم مورد من موارد المياه الجوفيه هي الابار. ما المقصود بالابار؟ الابار هي ثقوب تحفر في الارض. شنو الهدف منها؟ الهدف الوصول الى الخزان المائي الجوفي. انا احفر حفره في الارض، هاي الحفره الغرض منها ان اصل الى منسوب الماء. طبعا هني المياه الجوفيه تكون المياه العذبه. عندي انا نوعين من الابار، عندي الابار العاديه وعندي الآبار الارتوازية. بنشرح كل واحد بالتفصيل لأنهما يختلفون عن بعض. أول شيء بنتكلم عن الآبار العادية. الآبار العادية بئر بسيط، مجرد أنا حفرة فباخذ الماء أو بسحب الماء من منسوب الماء الجوفي، فبيكون المقدار اللي أسحبه هو نفسه المنسوب المحيط للمياه الجوفية. يعني تعريفها هي أبسط الآبار، وتكون محفورة أسفل منسوب الماء داخل ما يسمى خزان مائي جوفي فيه غير محصور. بنلاحظ أن الخزان المائي الجوفي هنا غير محصور بشيء، فيكون منسوب الماء داخل البئر هو نفسه منسوب الماء المحيط به، فعندما يتم سحب المياه يتم تعويضها من المياه المحيطة. أنا لما أسحب من هاي المنطقة يعوضني المياه من المنطقة الثانية وهكذا. إنزين، ممكن أن الإنسان يسحب بمعدل يفوق المعدل الطبيعي، فهذه أنا أسميه شنو؟ أسميه الضخ الجائر. يحدث الضخ الجائر عندما يفوق معدل سحب الماء معدل التعويض، يعني مقدار وايد كبير أنا قاعد أسحب، فهذا يؤدي في النهاية إلى إنتاج مخروط الانخفاض. طالعوا هنا مخروط الانخفاض، لما أنا أسحب بضخ جائر يصير عندي هنا نفس المخروط. طبعاً هذا يؤدي إلى هبوط في منسوب المياه الجوفية. شو المقصود بالهبوط في منسوب المياه الجوفية؟ هو الفرق بين منسوب المياه الجوفية الأصلي ومنسوب الماء أثناء عملية الضخ. يعني أنا لو كان عندي مثلا 4 لتر وأنا سحبت الأربع لتر كاملة، فبيصير عندي هذا الهبوط. استمرار الهبوط طبعا يسبب شنو؟ جفاف الآبار، ويصير عندي آبار ضحلة. النوع الثاني من الآبار هي الآبار الارتوازية. بنلاحظ هني في الرسمة يبين الفرق. شنو هي الآبار الارتوازية؟ الآبار التي يكون فيها الخزان المائي الجوفي إيش فيه محصوراً. الملاحظ الآبار العادية كان غير محصور، الآبار الارتوازية بيكون محصور. إذا بلاحظ هني البئر بيكون لما أنا أسحب الماء بيكون محصور بين طبقتين كتيمتين، أكهما طبقتين كتيمتين، أو ممكن في كتب يقولون لكم طبقتين غير منفذتين للماء. إنزين، فالماء هني بيكون تحت تأثير شنو؟ بيكون تحت تأثير ضغط لأنه هو محصور. فضغط الماء في الخزان الارتوازي هذا يؤدي إلى خروج الماء على هيئة شنو؟ نافورة. فهاي الفرق ما بين البئر الارتوازي والبئر العادي. اوكي، مواردنا من المياه الجوفيه. ليش انا المياه الجوفيه عندي مياه ثمينه انا ابي احافظ عليها؟ شو السبب؟ اولا طبعا الماء عنصر اساسي في الحياه، استعمله بصوره مكثفه في الزراعه والصناعه، فعشان كذي المياه العذبه لها دور اساسي في الحياه. ما هي العوامل التي تحدد وفرة المياه الجوفية؟ شلون مثلا أنا عندي حين عوامل، شو العوامل اللي تحدد لي أن أنا في هالمنطقة بيكون عندي كمية كبيرة من المياه الجوفية أو كمية قليلة؟ أول عامل كميات الهطول. شيء طبيعي المياه الجوفية بتتوافر بشكل كبير في فصل الشتاء، بتتسرب إلى باطن الأرض. التصريف السطحي، كل ما السطح الارض قدر انه هو يصرف المياه الامطار اكثر، كل ما زادت المياه الجوفيه. مساميات الصخور مثل ما قلنا سابقا، طبعا مثل في الصخور الرمليه اللي مسامياتها عاليه، والانشطه طبعا البشريه، اذا كان عندي ضخ جائر اكيد كميه المياه الجوفيه بتكون عندي قليله.
شنو اللي يحدد بالضبط موارد المياه الجوفية؟ أول شيء الاستعمال الجائر، ضخ جائر مثل ما ذكرنا سابقا، لما يفوق معدل الضخ معدل التغذية، لما يفوق معدل الضخ معدل التغذية ينخفض منسوب المياه الجوفية. طبعا شنو قصدي هنا بمعدل التغذية؟ معدل التغذية تغذية المياه الجوفية بالأمطار، بالأمطار، لما الأمطار هي اللي تغذي المياه الجوفية. فلما أنا معدل ضخي يفوق معدل أصلا الأمطار اللي تنزل، شيء طبيعي بينخفض منسوب المياه الجوفية. الخسف، ما المقصود بالخسف؟ الحين حجم المياه الجوفية يدعم وزن التربة والرسوبيات التي تعلوها. إنزين، لما أنا أسحب من المياه الجوفية إيش بيصير؟ بيقل ارتفاع منسوب الماء. لما منسوب الماء يقل، فبالتالي وزن الصخور أو وزن المواد اللي كان داعمها فبينتقل إلى حبيبات الخزان، بينزلون، مما يؤدي إلى خسف سطح اليابسة. هاي النقطة الثانية، تلوث المياه الجوفية. المياه الجوفية ممكن، لاحظوا من لحظة ذي الصورة، ممكن تتلوث بعدة عوامل ملوثة مثل مياه الصرف الصحي، الحفر الامتصاصية، ومكاب النفايات العادمة. للأسف ممكن أن هي تتلوث بهذه الطريقة، فأنا لما أسحب من البئر هني ممكن أي ماء ملوث بمياه مثلا الصرف الصحي أو مياه الحفر الامتصاصية أو مكاب النفايات العادمة لما إحنا ندفن النفايات، فهذه أيضا يهدد الموارد الجوفية. عندي هنا سؤال، أي الخزانات أكثر عرضة للتلوث؟ الخزانات الجوفية الغير محصورة هي أكثر عرضة للتلوث، لأن ما في شيء يحميها، خلاص على طول الملوثات بتكون موجودة. لكن الخزانات الجوفية المحصورة بتكون محمية بالطبقة الكتيمة، مثل الخزانات الارتوازية. هذه الطبقة الكتيمة تحجز الملوثات وتحميها من التلوث، فبالتالي الخزان الجوفي المحصور بيكون أأمن من الخزانات الجوفية الغير محصورة. الشيء الرابع اللي ممكن هو يهدد مواردنا المائية هي المواد الكيميائية، وهذا نوع جدا خطير ذي النوع. ليش جدا خطير؟ لأن المواد الكيميائية حجمها جدا صغير، فالحجم الصغير ذي ممكن أن المواد الكيميائية أن هي تدخل حتى المسامات الدقيقة الموجودة بين الحبيبات الصغيرة، فأي ممكن أن هي تلوث شنو أي نوع من الخزان، يعني ممكن أن هي حتى تخترق الخزان المائي الجوفي المحصور. فمثال تلوث المياه الجوفية بعنصر الزرنيخ، وهو عنصر قاتل وخطير، فإحنا لازم أن احنا ننتبه حق ذي النقطة. الشيء الخامس اللي يهدد مواردنا الأملاح. طبعا الأملاح هي مو مادة سامة أو مادة ضارة بالصحة، لا، هي مادة ممكن أنا أستخدمها حتى في المائدة، لكن إذا زادت نسبة تركيز الأملاح فيصبح للماء شنو؟ غير صالح للشرب. بالطريقة نفسها في المياه الجوفية، إذا زادت تركيز الأملاح تصبح المياه الجوفية غير صالحة للاستعمال إذا اختلطت بالمياه المالحة. متى بتختلط بالمياه المالحة؟ بيحدث الاختلاط عند الضخ الجائر. لاحظوا هنا، فهو المفروض أن المياه الجوفية العذبة والمياه الجوفية المالحة ما يختلطون، لكن إذا صار عندي ضخ جائر، لاحظوا إذا صار عندي ضخ جائر، فالمياه المالحة بتدخل منطقة المياه العذبة، فممكن أن أنا أسحب مياه مالحة مما يؤدي إلى حدوث التلوث. فهاي بالنسبة حق الملوثات. إنزين، في النهاية شلون أنا أقدر أحمي هاي الموارد اللي عندي؟ أول شيء مراقبة علامات التلوث من خلال آبار المراقبة. عندي آبار مراقبة، أول بأول أراقب أي علامة من علامات التلوث، أبحث عن مصادر مياه بديلة، ما يكون تركيزي فقط على المياه الجوفية. إيقاف حركة الملوثات من خلال بناء طبقات كتيمة، أستفيد من الطبقات الكتيمة بحيث أنا أحجز الملوثات. وعي الإنسان بالأنشطة التي يمارسها، لازم أنا أبتعد عن الضخ الجائر. ضخ المياه الجوفية الملوثة إلى السطح أول بأول عشان أعالجها شنو؟ كيميائيا. بهذه الطرق أنا أقدر أن أنا أحمي الموارد المائية المهمة لنا. وشكرا على حسن استماعكم، نراكم إن شاء الله في الدروس القادمة.